الشخصية اللي هي موضوعنا اليوم هي مجاهد قاوم الغزو الإيطالي وتعارك معه مئات المعارك ما بين 1911 و 1931. شدوه الطليان وعقدوا عليه محاكمة إعدامية سورية شنقا. اللقب دياله عند جميع العرب هو الشيخ المجاهدين أسد الصحراء. يلا باش نتعرفوا على الشخصية ديالنا اليوم. كم سنة عمرك؟ 73. هل أنت زعيم القوى في ليبيا التي تحارب ضد إيطاليا؟ أنا نعم. تولد عمر بن مختار بن عمر المنفي عام 1862 في قرية جنازور اللي كتواجد في منطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا. توفى الوالد ديالو وهو في طريق الحج، وفاش مات الأب ديالو رباه الشيخ حسن الغرياني ودخلوا المدرسة القرآن، درس وتكون والتاحق بمعهد العلوم الشرعية من الفقه والتفسير، وكان كيتميز بالثقافة الدينية ووحد الشخصية قيادية حيتاش كان ولد الصحراء وعرف القبائل وجميع الحروب ديالهم وحافظ طريق الصحراء كاملة زنقة زنقة بيت بيت، وتربى على المبادئ الدعوة السنوسية اللي هي خاصة بالجهاد. بدات المسؤولية عند عمر المختار فدا الثقة ديال الشيوخ السانوسيين عام 1897. محمد المهدي السانوسي قرر ياخذ معاه عمر المختار لتشاد في 1899، وتعين عمر المختار شيخ في تشاد ونشر التعاليم الإسلامية في ذوك المناطق، وشارك عمر المختار في جميع المعارك اللي كانت بين الفرنسيين والسانوسيين ديك الساعة في تشاد، وتشاد كانت من أراضي ليبيا قديما. وفي سنة 1908 وصلته الدعوة باش يشارك في معركة بين السانوسيين والقوات الإيطالية على الحدود الليبية المصرية. وفي 1911 وبالضبط نهار 29 سبتمبر أعلنت إيطاليا على الدول العثمانية الحرب اللي كانت ليبيا جزء من الدولة العثمانية، وهنا بدأت الروينة. وديك الساعة رجع عمر المختار للزاوية القصور باش ينضم حركة الجهاد ضد القوات الإيطالية، وشارك في معركة سلاوي في أواخر 1911 وتولى قيادة المجلس الأعلى وتعارك مع المحتلين الإيطاليين في 1912. وهنا جميع المجاهدين ولوا تابعين لعمر المختار وقتلوا مئات الضباط الإيطاليين، والجنود ونشروا الرعب في إيطاليا وفي قلوب جميع الإيطاليين في حرب استمرت 20 سنة. لمدة كم عام ساهمت في الهجمات على الجنود الطليان؟ 20 سنة. كم مرة هجمت؟ حقا أنا لا أذكر كم مرة. وأنت أمرت بتعذيب وقتل الأسرى الإيطاليين؟ غير صحيح أبدا. أنت أسرت والسلاح بيديك؟ هذا صحيح. في 1922 انسحبوا السانوسيين من ليبيا مشاو لمصر، لكن عمر المختار بوحدو اللي بقى هو والجنود ديالو، مشاو الناس اللي علموه لمصر وبقى هو بوحدو لكي يجاهد الإيطاليين، لهذا اللقب ديالو هو أسد الصحراء. المهم حصروه المحتلون في 1926 في الجبل الأخضر، وهنا جاء عمر المختار لحرب العصابات اللي هي المفاوضة، وبزز عليهم الطلب ديالو اللي هو المفاوضة. وفي المفاوضة طلبت الطليان عمر المختار يخرجوا من بلد ديالهم ويوقفوا القتال ويلوحوا السلاح، ولكن هنا تعصب عمر المختار ورفض طلب الطليان، وهنا سالت المفاوضة في 1929. من بعد عامين يعني 1931 وقع اللي وقع، عمر المختار ولا أسير في يد الطليانيين، وتقدم المحاكمة العسكرية في بنغازي وحكموا عليه بالإعدام شنقا، وتنفذ الحكم ديالو أمام آلاف الليبيين في 1931 بالضبط في 16 سبتمبر باش يهددوا جميع المجاهدين واللي عندهم أفكار مثل
عمر المختار. وفي 2008 الرئيس الوزراء الإيطالي تحنى واعتذر أمام محمد بن عمر المختار اللي هو ابن عمر المختار، اعتذر لي على الفضائح بلاده في حق الليبيين والراية الليبية عمر المختار هو اللي كان رسمها، والتاريخ لحد الآن باقي مسجل كلمات عمر المختار قبل الإعدام دياله. قال عمر المختار: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، وهذه ليست هي النهاية، ولكن خاصكم تحاربوا الجيل القادم والجيل اللي من بعده، أما أنا فعمري سيكون أطول من عمر شنيقي. عمر المختار اللي حارب 20 سنة ضد الطليان ونشر الإسلام مات بالإعدام، وبقى في كل عقل ليبي وعربي. كنتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم اللي كان عنوانها أسد الصحراء، وما تنسوش الحلقة القادمة لشخصية قليل اللي عارفها. دير لايك واشترك وصيفط للناس تستفيد.